أهلا بكم إلى تغطية السادسة من يو تي في. كشف تقرير لصحيفة المدى البغدادية عن مواصلة الإطار في إقناع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالذهاب إلى الحوار. التقرير أضاف أن الإطار يهدف عبر محاولته إقناع الصدر بالحوار إلى تحقيق غايتين: العودة إلى مسار التفاوض أولا، وإعلام الصدر بأن المالكي لم يعد لاعبا أساسيا في ميدان العملية السياسية. وأشار التقرير بحسب معلومات حصل عليها من داخل التيار أن الصدر يسعى إلى توسيع رقعة الاعتصامات إلى مواقع جديدة في حال استمرار الأزمة الحالية. الصدر في منزل السيستاني، أبرز عناوين اليوم الثامن للاعتصام الخضراء، فيما تشير صحيفة بغدادية إلى أن احتجاجات التيار قد تنتهي بحل البرلمان والذهاب إلى انتخابات جديدة. الصدر في منزل السيستاني، الحدث مجلس العزاء والرسائل أبعد من ذلك. في ثامن أيام الاعتصام المفتوح، لا جديد في الأزمة بين التيار والإطار سوى مساع خفية ومعلنة للتصعيد في أماكن جديدة بحسب أعلام صدري. وبعد يوم من زيارة المبعوثة الأممية جنين بلاسخارت إلى النجف ولقائها بالصدر، توجهت الأبصار ثانية إلى المدينة، حيث حضر الصدر مجلس العزاء الحسيني المقام في منزل المرجع السيستاني بدعوة منه بحسب قيادي في التيار. يقول مقربون من السيستاني إن المرجع الأعلى يئس من العملية السياسية منذ انتخابات 2010 وأزمة تشكيل الحكومة آنذاك، فيما تروج منصات صدرية أن زيارة الصدر بيت السيستاني إشارة ضمنية إلى مباركة مرجعية النجف ثورة الإصلاح. لكن الحوار معهم قد جربناه وخبرناه، وما أفاء علينا وعلى الوطن إلا الخراب والفساد. وتحدثت أوساط صدرية لصحيفة المدى أن الإطار يواصل إقناع الصدر بالعودة إلى مسار الحوار، ويحاول أيضا إقناعه أن المالكي لم يعد لاعبا أساسا في الميدان. فلست ممن يعادي أحدا على الإطلاق، وإن كان يريد قتلي كما في التسريبات الأخيرة، أو ممن سكتوا عن التسريبات الأخيرة. ويضيف تقرير المدى أن الصدر يسعى إلى توسيع رقعة الاعتصامات في مواقع جديدة بعد العاشر من محرم، إذا استمرت الأزمة الحالية التي يلمح زعيم التيار إلى إنهائها بحل البرلمان والذهاب إلى انتخابات جديدة لا تتسع للوجوه القديمة، فيما لم يحسم الإطار موقفه منها حتى الآن. ويبقى المشهد مفتوحا على أوسع التوقعات، أكثرها رواجا اقتراع مبكر يرى عارفون بالسياسة أنه قرار سيتخذ لكن قد لا ينفذ بسبب علو سقف المطالب الصدرية، غير أن تمسك الإطار بالمعادلة الكلاسيكية في الحكم والسياسة قد يتغير بفعل الاحتجاجات وتطوراتها المفاجئة. وللمزيد من المستجدات السياسية والميدانية تنضم إلينا شبكة مراسلين من العاصمة بغداد، حيدر البدري وحمزة الأسدي من خارج مجلس النواب. أهلا بكما. دعنا نبدأ منك حيدر البدري. اليوم السيد الصدر زار منزل المرجع السيستاني، وحدثنا عن يعني أصداء هذه الزيارة في ساحة الاعتصام. نعم ديار، أهلا بك وبكل من يشاهد يو تي في. كما تعودنا خلال الأيام الماضية، نحن أمام مبنى البرلمان العراقي الذي أغلق منذ يوم أمس وأفرغ من كل المعتصمين الذين انتشروا كما تشاهدون في باحات المجلس الخارجية. اليوم كان حدث مهم، حيث أعلن إعلام التيار الصدري عن زيارة السيد مقتدى الصدر لمنزل السيد السيستاني لحضور مجلس عزاء ليلة السابع من المحرم. حدث حاول ربما خصوم الصدر التشويش عليه بمجموعة من التغريدات المزيفة التي كانت تحمل أسماء لأناس مقربين من المرجعية، حاولوا التقليل من أهمية هذه الزيارة، لكن سرعان ما خرجت بيانات من نفس الأشخاص الحقيقيين
الشرعيين تنفي إصدارهم لمثل هذه التغريدات. بالتأكيد دعم كبير يجده المعتصمون والمتظاهرون هنا بقبول زيارة السيد السيستاني للسيد الصدر هذا اليوم، بل ودعوته إياه كما أكد أحد المقربين من الصدر. هذا الدعم يأتي في وقت أن السيد السيستاني لا يستقبل أي شخصية سياسية منذ سنين طوال، لكن هذه هي الزيارة الثانية ربما منذ 2010 يعني إذا أخذنا بنظر الاعتبار بأن السيد الصدر هو قائد واحد من أكبر التيارات السياسية في البلاد، فإن السيد السيستاني لم يغلق الباب بوجهه حتى الآن، وهذا ما يولد دعما معنويا ونفسيا كبيرا للمعتصمين المتواجدين هنا في باحة البرلمان. على ذكر المعتصمين، فنشاهد اليوم صورة مختلفة جذريا عن صور الأيام السابقة. تحدث لنا أحد المعتصمين بأن ما بعد صلاة الجمعة يختلف عن ما قبلها، صلاة الجمعة صلاة يوم أمس المقصود بها، حيث نشاهد اليوم تنظيم عالي جدا في كل مرافق البرلمان الخارجية، تقسيم للسرادق بشكل منظم، توزيع الحصص الغذائية، حملات تنظيف مستمرة وعلى مدار الساعة، إضافة إلى وجود بعض السرادقات الثقافية التي العقائدية إن صح التعبير عن ذلك، وأيضا هنالك يعني تقسيم للحضور إلى داخل مجلس النواب يا ديار. الأعداد ربما هي ليست كالأعداد في الأيام الأولى، وهذا بالتأكيد لغرض التنظيم لإدامة زخم الاعتصام يا ديار. طيب. ديار بالقرب مني أحد المعتصمين إذا كنت ترغب بأخذ آرائهم. نعم، دعنا نسمع آرائهم. ديار تسمعني؟ نعم أسمعك حيدر. نعم دكتور، أنتم اليوم معتصمين اليوم السادس أو السابع، ما الجديد اليوم؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا دكتور نزار النداوي من محافظة بابل، جئت لمناصرة للثورة وجئت لأطرح مبادرة. حقيقة أنا أكرر ندائي، قد طرحتها سابقا وأكرر ندائي لهذه المبادرة، فإنها مبادرة صادقة ومبادرة ذات معنى ومبادرة ممكن أن تكون خارطة الطريق للخروج من الأزمة. وأنا أعني ما أقول، أنا لا أخاطب الذين ليس من اختصاصهم، فأنا دعوت إلى إقامة مؤتمر من التكنوقراط المستقل أو من الأكاديميين والخبراء الدوليين ليحضروا هنا إلى مجلس النواب، وتحت الإعلام وتحت يعني من بين الثوار، ونخرج بتوصيات إلى سيد مقتدى الصدر ونقول له يا أبا هذا النظام السياسي مشاكله 1 2 3 4 ونضعها بين يدي سيد القائد. وإذا كان سيد مقتدى الصدر جاد بهذه الثورة فيتبناها، وإذا عنده خلافات مع على هذه الحلول فراح يطرح لنا اياها. فأني أكرر دعوتي إلى الشعب العراقي، أنا تكنوقراط مستقل لم أنتمي إلى أي كتلة. أنا أشكرك دكتور، لكن شوي الوقت إحنا عدنا، أشكرك جزيل الشكر. أعود إليك ديار، إذا كما نلاحظ هنا يعني فئات الشعب يبدو أنها المختلفة التي ترغب دائما بأن يكونوا جزءا من عملية الإصلاح كما يصفوها أو عملية التغيير. طيب القادمة حيدر، تحدثت بأن أعداد المعتصمين ربما لم يبقى مثل كما هو الحال يوم أمس في صلاة الجمعة الموحدة، يعني هل هناك من انسحبوا أو ماذا؟ ديار، هو بالضبط كانت صلاة الجمعة على ما يبدو أنها بروفا لخروج أنصار السيد الصدر من 5 محافظات لغرض يعني هي تمهيد لعملية أكبر، كما تحدث لنا مقربون من زعيم التيار الصدري ومن مصادر القرار في التيار الصدري. اليوم نعم انسحب الجميع، عادوا إلى منازلهم، الموجودون هنا في الاعتصامات قسموا الأدوار فيما بينهم على عدة مراحل، يعني كل شيفت تعتقد 8 ساعات، ويستبدلون الشباب المعتصمين بآخرين لإدامة زخم الاعتصام. نعم. مع التأكيد على وجود حركات قريبة قادمة سوف ربما حتى تتجاوز حدود البرلمان كما تحدثوا لنا ديار. طيب حيدر ابقى معنا، سننتقل إلى جانب آخر من هذه الاعتصامات وفي المنطقة الخضراء، موفدنا حمزة الأسدي. حمزة، أولا صف لنا المشهد يعني لديك، وأين تتواجد بالضبط في المكان الذي تقف فيه؟ تحية لك ديار، وفيكم الآن
من البوابة الخاصة أو ما تسمى هنا بالبوابة الفي آي بي التي تقبع إلى جانب الأمانة العامة لمجلس الوزراء. المشهد هنا لا يختلف كثيرا عن مشهد يوم الأمس، لا زالت أعمال التنظيف هنا التي شارك بها أيضا أمانة بغداد مستمرة، لا زالت حتى هذه اللحظة الأعداد ربما يعني أقل من السابق. إذا شاهدت بالصورة هنالك أعمال تنظيف، وبالجانب الآخر من الصورة هنالك عملية لنصب السرادق، وهذا ربما مؤشر لاستمرار هذه الاحتجاجات فترة طويلة. نعم هي قلت ربما بشكل طفيف عما كانت، لكن إلى الآن لا تزال الاحتجاج لليوم الثامن، ومعي أيضا أحد المحتجين الذي أراد أن يوصل رسالة عبر قناتنا. كيف ترى الأعداد لهذا اليوم، اليوم الثامن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نصر من الله وفتح قريب، صدق الله العظيم العلي العظيم. بالبدء نشكر قناة يو تي في على تواصلها بدعم المتظاهرين، جزاهم الله ألف خير. هناك قناة مسلمة شيعية لم تحضر إلى هذا الكرنفان العالمي الذي هو يطالب بدحر الفاسدين وابعادهم عن دكة الحكم. بالنسبة لإعداد لسؤالك أستاذنا الغالي، الأعداد تتزايد، ولكن في أوقات الظهيرة قد يكون الناس تدخل في الصراديق في داخل الشوادير، فتكون ينظر من الشارع، ومثل ما تفضلت هذه البوابة الرئيسية اللي مدخل مجلس النواب، قليل الناس تجي من هناك، كل الناس تدخل على البوابة ذيش الخلفية، يعني هي الدخول من هناك عن طريق جسر الحرية. هل هنالك نية للتراجع؟ ما هي الأسباب أو ما هي المعايير التي من الممكن أن تسبب لكم التراجع؟ ممكن تتراجعون عن طريق؟ إذا تحققت مطالب سماحة السيد القائد مقتدى الصدر الذي حددها بعشرة مطالب، والأمر من سماحة السيد القائد مقتدى الصدر، نكون على هبة استعداد بأمر السيد القائد. واليوم والبارحة كان تحرك من قبل الجهات السياسية بلاسخات تزور السيد مقتدى الصدر في مقر إقامته، والسيد مقتدى الصدر يزود السيد علي السيستاني في مقر إقامته. كيف ترون هذه الزيارة؟ البعض يتحدث يقول أنها زيارة روتينية من أجل مجلس عزاء حسيني، هل هي كذلك بالفعل؟ لنفترض مجلس عزاء، وفعلا هو أكو مجلس عزاء حسيني حمزة. بس هل يستطيع نور المالكي ايضا اسال عمار الحكيم كيف يرى زياره السيد الصدر ان يزور السيد علي السيستاني المرجع السيستاني بالمجلس العزاء؟ انا اسالهم لهم سؤال، يقدر واحد يوصل لمجلس العزاء وان كان هو مجلس علاء؟ كيف ترى زياره السيد الصدر لمرجع السيد السيستاني بهذه الفتره بهذا التوقيت؟ والله توقيت جدا جدا راقي، والسيد سماحة السيد علي السيستاني دام ظله يحترم ويقدر رئيس السيد علي السيستاني، وكذلك السيد مقتدى الصدر. إذا كان أمر من السيد سماحة السيد علي السيستاني يكون السيد يوافق على رئيس علي السيستاني، وإن شاء الله نشوف أكو بارجة انفراد أو تحرك، نريد تنازل من قبل إطار حتى تحقق مطالب سماحة السيد القائد مقتدى الصدر، لأن السيد قدمه هواي تنازلات سابقا ولاحقا، ست وزارات قبل. انا اقاطعك بس يمكن على مود الوقت. طيب. هي الرساله واضحه ديار، الاحتجاج ما زال مستمر وسيستمر ربما لفتره اطول. طيب نشاهد هذه الصور، شكرا موفدنا الى بغداد حمزه الاسدي. هذه الصور ايضا يعني تاتينا مباشره من امام باحه مجلس النواب مكان المعتصمين، وهم يرفعون الرايات. و إن كنت تسمعني حيدر البدري، حيدر. نعم ديار. حيدر. ديار. نعم تحدثت بأنه تسمعني؟ نعم أسمعك بكل وضوح. حيدر تحدثت بأن زيارة السيد الصدر إلى منزل المرجع السيستاني كان بمثابة دعم وتشجيع، حدثنا يعني عن هذه الجزئية، يعني وقع هذه الزيارة بما أنه باب المرجع السيستاني موسط ومغلق أمام بقية القوى، واليوم استقبل السيد الصدر، وقع هذه الزيارة تحديدا على يعني نفوس ومعنويات هؤلاء المعتصمين؟ حقيقة يعني كما ذكرت لك المعتصمون يشعرون بدعم معنوي كبير، يعني هي إضفاء شرعية على تحركهم، هكذا قد يروها. وبدليل الآن وصلت أيضا وفود، وفد كبير، إذا يوسف وياي بالكاميرا، وصل وفد كبير يمثل عشيرة بني مالك العربية، وصل وفد كبير جدا. هذه الآن يهتفون أمام البرلمان، يهتفون للسيد الصدر، يعني دلالة أنه عشيرة بني مالك تأتي اليوم هي دلالة واضحة على أن هذه العشيرة هي تؤيد حركات الحركة التي قام بها التيار الصدري، الاعتصام الموجود هنا، وهو أيضا يعني ربما يكون انعكاس لما حدث اليوم.
استقبال السيد السيستاني للسيد الصدر يعتقد الكثير يعني من يعني كما يسمون المقلدين للسيد السيستاني بأن استقبال السيد الصدر هو دعم لتحركات الأخيرة، خاصة أن المرجع الأعلى رفض مقابلة كل السياسيين، واليوم السيد مقتدى الصدر مع زعامته الدينية ونسبه العائلي المعروف وكونه ابن أحد المراجع الكبار، لكن في نفس الوقت هو زعيم أكبر تيار سياسي في العراق، لذلك أن يستقبل وأن ينوه عن الزيارة. طيب، بهذه الطريقة. هذا فيما يخص معروف يعني خارج في أروقة المرجع الأعلى قاعات صغر وداخل مجلس النواب حيدر على شخصيات محددة. نعم ديار، نعم، يعني هذا فيما يخص يعني المكان والساحات والباحات الموجودة خارج بناية المجلس. المهلة التي أعطاها السيد الصدر يعني هي 3 أيام بإخلاء جميع الغرف والقاعات وأروقة مجلس النواب. حدثني أيضا كيف هو المشهد داخل البناء مجلس النواب، يعني هل هي خالية بالفعل الآن؟ نعم نعم ديار بناية مجلس النواب خالية من أي معتصم أو متظاهر، لكن توجد بعض العناصر داخل البناية، العناصر الأمنية يعني عناصر الأمنية التابعة للجنة المنظمة للاعتصامات والتظاهرات والعناصر الأمنية لمجلس النواب. حقيقة حاولنا الدخول وتصوير بناية المجلس من الداخل، ولكن يبدو أنه يجب أن نحصل على بعض الموافقات التي ربما سوف نحصل عليها اليوم أو على أبعد تقدير يوم غد. من موجود في مجلس النواب هو مجموعة قليلة ربما تجاوز 20 إلى 30 شخص من اللجان الأمنية التابعة للاعتصامات والتظاهرات، إضافة للعناصر الأمنية الأصلية يعني قوة حماية مجلس النواب للمحافظة على المجلس وممتلكاته. طبعا تم تنظيف المجلس بالكامل، مجلس بناية مجلس النواب لم تتعرض إلى أي شيء يعني ممكن أن يسمى باعتداء على الممتلكات، يعني على أبسط الأشياء كان هنالك محافظة للمعتصمين والمتظاهرين رغم أعدادهم الضخمة، حافظوا على جميع الأشياء، والآن هي البناية في عهدة أمنية مجلس النواب وأيضا واضح. العناصر الأمنية التابعة للجنة تنظيم الاعتصام. واضح حيدر. إذن دعنا ننتقل إلى الجانب الآخر من الاعتصامات وفي نفس المنطقة الخضراء إلى موفدنا هناك حمزة الأسدي. حمزة، تحدثنا بأن المعتصمين الآن يعني منشغلين بتنظيف الأمكنة والساحات هناك، حدثني أيضا عن الأعداد المتواجدة هناك، هل هناك مثلا عشائر أو معتصمين آخرين مثلا يتوافدون من بقية المحافظات، خاصة هناك أنباء بأنه ربما يعني رقعة هذه الاعتصامات تتوسع أكثر لتشمل بقية المحافظات أو أماكن أخرى في بغداد؟ مشهد الاحتجاج وأعداد المحتجين لا يختلف كثيرا عن يوم الأمس، وهو أيضا يختلف عن ما قبل الصلاة، لكن ربما هنالك وتيرة نسبيا متسارعة بزيادة هذه الأعداد. وبالحديث أيضا عن العشائر التي انضمت إلى هذا الاحتجاج، يعني تشاهد بين فترة وأخرى الأعلام والبيارغ الخاصة ببعض العشائر التي قدمت من المحافظات القريبة والبعيدة. وبهذه الأثناء وكما ذكر لك حيدر، هنالك عشيرة بني مالك دخل وهي ربما العشيرة الأكبر أو من أكبر العشائر بالبلاد. بالحديث أيضا عن التنظيف وعن الأعداد، التنظيف لا يزال يعني أعمال التنظيف والمؤن ووصول المؤن لا تزال قائمة حتى الآن. قسمت أعداد المحتجين إلى 3 مراحل بين الصباح والمساء وحتى بالليل، لكن المشهد بشكل عام لا يختلف كثيرا عن يوم الأمس. نعم، موفدنا حمزة الأسدي كنت معنا من داخل باحات مجلس النواب في المنطقة الخضراء، وأيضا مراسلنا حيدر البدري، شكرا جزيلا لكما. إذن هذا كان المشهد الاعتصامي الميداني داخل المنطقة الخضراء. ننتقل إلى جانب آخر، الجانب السياسي، وأيضا في سياق هذه الاعتصامات أيضا والأزمة السياسية، تدرس أربيل دعوة الصدر لحل البرلمان في وقت تجدد تأكيدها على جمع الفرقاء السياسيين لإيجاد حل للأزمة القائمة. تفاصيل أكثر مع مشرق المنصور. الاتفاق على التفاصيل هو المهم، هذا ما يدور في أروقة الحزب الديمقراطي الكردستاني بخصوص دعوة حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
أعضاء في الحزب أكدوا أن حل البرلمان يحتاج إلى آليات بعضها غير متاح حاليا، فضلا عن حاجة الأمر إلى حوار وتوافق سياسي. كيف يمكن أن تقوم بحل البرلمان أو يعني تحديد موعد انتخابات مبكرة دون أن يكون هناك حوار؟ السيد الصدر طرح دعوته لحل البرلمان ولإعادة انتخابات مبكرة، ولكن هو يرفض الحوار. وبموازاة ذلك تؤكد أربيل إنها قادرة على جمع الفرقاء السياسيين، مذكرة بمبادرة رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني للحوار بأنها ما زالت قائمة وبالإمكان استثمارها للوصول إلى حل سياسي قد ينهي الأزمة. نحن مع أي إجراء يسهم ويساعد في خروج من هذا المأزق السياسي وهذا الانسداد السياسي، ولكن إعادة الانتخابات هو يجب عن هناك آليات دستورية. المادة 64 من الدستور يقول بأنه أما يطلب رئيس الوزراء ويوافق عليه رئيس مجلس النواب وتصويت عليه بالأغلبية، أما ثلث أعضاء مجلس النواب يطالبون بإجراء انتخابات جديدة وأيضا يتم عليه التصويت، فيجب مراعاة واحترام الأطر الدستورية، ونحن مع أي إجراء يسهم في خروج البلد من هذا المأزق السياسي. يبرز إلى المشهد السياسي قضية مرشح رئيس الجمهورية والتنافس المستمر بين البارتي واليكتي حولها. مصادر كشفت أن يلجأ الطرفان إلى التصويت داخل برلمان إقليم كردستان لاختيار المرشح للمنصب في حال أخفقت المباحثات للاتفاق على مرشح واحد. مشرق المنصور، أربيل، يو تي في. مشاهدينا، وإلى هنا نأتي إلى نهاية هذه التغطية الخاصة حول الاعتصامات في بغداد. شكرا للمتابعة.